السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخوانا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. احلى مسا عليكم، مساكم فل ان شاء الله. بصوا يا اخوانا، باختصار كده عشان ما نطولش في الكلام، يعني انا النهارده كنت برضو في مصب النيل، كنت جاي نصطاد بتوع محي جمبري حي يعني، ولكن ربنا ما اردش، المايه كانت ضعيفه، اخدنا سمكتين ثلاثه بس على الجمبري الحي، خدنا سياس ونقط كتير، وفي الاخر نزلنا كده بالعجينه بنظام التشريط يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا بكام سمكه كده، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو متواضع كده يا رب يليق بحضراتكم. ما تنساش طبعا لو اول مره تشوفنا اشترك عندنا في القناه، لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك. بس خليكم معانا. الله ينور يا باشا. هو سمك صغير بس غصب عننا، ده اللي بينضرب في الارض. حلو. ومنتظرين ان شاء الله حاجه حلوه، يعني غلطه دنيسه عروسه كبيره، الله كريم. طبعا يا جماعه برضو احنا واحنا قاعدين بنشتغل تشويح، العجينه على البوري واقفه معانا شويه، فبنشتغل تشويح. عم بشرب معاه ضرب اهو. يا لا طب ماشي، عنك هات كده، لم بص البوشه ما ياتش ايه، وريحها مكانها بقى. معك واحد. انا شغال يا جماعه بعود 3 متر ونص كربون، عليه مكنه 50 50 بنطعم دود مشرشر. الرصاصه بتاعتي رقم 2، يعني داخله 55 جرام او او 60 جرام بالظبط. عامل طبعا فردين بصنار 7 بنطعم دود مشرشر. رمال. الرمال بتاعنا يا جماعه رمال 25، بنشوح على قروسه كبيره، على نقط، على سياس. ربك بيبعت الايه؟ الرزق. طبعا لما نيجي نشوح يا جماعه في مكان زي ده كده، انا معايا 3 4. بص في الكادر بعد اذنك يا عم هشام. معاك. بنفتح الميكاب طبعا بتاعي، ايدي على الخيط، بنمد ايدي كده، بنمسك العود بالطريقه دي كده ونشوح. بنستنى بقى رزق ان شاء الله. الله كريم. انا عايز نجيب البوصه دي عندي ونغير لها ال ان شاء الله. بلع. ايه بلع السمكه بتاكل، الساعة دي بقى ساعة السمك ان شاء الله باذن الله. الله كريم. بوري. انا فاتح البتاع. ها؟ سمك ولا لا؟ بطاطا. سمك. الصلاة على النبي، واخدين لاتش، نقط لاتش، نقط لاتش والله دي جعان. اخويا بردك اي حاجة عينة لاتش بردك. تيجي لاتش. وصلاة النبي بورية خدت خدت واحدة. يا موسى يا موسى تعال تعال حلو، يا موسى حلو، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. بلع، شوف سبحان الله، يعني سرب ده سرب معاك. الله اكبر يا عم، الله اكبر. ايه يا جماعه ده اسمه عروس، عروس البحر المالح ده. ده نقطه نقطه، ده نقطه بس نقطه كبيره، نقطة كبيرة. ها ماشي. صلاة النبي عم اشرف. الله اكبر. استفتح نادي. استفتح نادي. ايوه ايوه. استفتحك فل. يا رب يا كريم. يا ايه الله اشرف. صلاة النبي. ها نقطة. سيبتني معاك، ها خلي بالك. شبكت انا معاك عشان كده.
بس يلا بيها عشان مش حابب مش عارف نطلع من غمازك بقى. ملكش عاو اطلع بغمازي بكله، انا شبكت معاك في اللمة اصلا يغمز معايا. اطلع بقى بسمحتك زي ما انت عاد، ملكش عاو بيها خالص. صلاة النبي اطلع بيها بره، ما تشيل ابو يحيى. اكفر يا ابو يحيى بتعمل ايه؟ ابو يحيى بتعمل ابو يحيى مش بتلفش على المشرق سمكة بتكلبة مش عايزة تطلع من المية. يا عم على البركة. صلاة النبي صلاة النبي صلى على النبي. اطلع به يلا صلاة النبي. سمك دول بس مش اي سمكة تعملها كده. يلا به ايه نابوري مش طبعا. انزل تحت انزل تحت انزل تحت. الله اكبر يا جماعة. الدواخ الله ينور عم مش بطلع استفتحك لبن استفتحك حسن ان شاء الله. اوعى امسك ولا جيت عشان نعمل عينه راح احمد خاف نوسخ ايد راح قاطف مني الطبق. وش باين معاك هنعمل عجينه يا جماعه اللي انا بشتغل بيها هنا اهي. ده شويه دقيقه اهو ودي مية عشان الله يخرب. طبعا يا جماعة ده نتيجة التعاون وروح المحبة في الصيد. يلا الله مع الجماعة على البركة. ده الرزق بتاعنا بعد اذنك عم مشرف عشان الجردل مش بايق. على البركة يا جماعة ده الرزق بتاعنا اهو ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده نصيبي انا وعم مشرف. ان شاء الله انا هنكتفي كده بالفيديو المتواضع ده. طبعا احنا برضو العلم بالشيء كنا سهرانين على الاروز زي ما قلنا في اول الفيديو، وده كان رزقنا الحمد لله اروز وبوري. نحمد الله فضل ونعمه من ربنا. تحياتي ليكم، انتظرونا في الجديد ان شاء الله. ان شاء الله.